السلام عليكم زبائننا الكرام. اليوم جبنا لكم الجهاز العجيب، الجهاز صاحب المواصفات الروعة وصاحب الشكل العملاق. مثل ما تلاحظون الجهاز المستر سيا. طبعا الجهاز راح اشرح لكم مواصفاته، او مواصفات هذا الجهاز كلش حلوه وكلش زينه. طبعا الجهاز يجي بستاند مثل ما تلاحظون، يعني الجهاز يشحن هنا بس ما حاجه تشحنه منه، تقدر تشحنه لاسلكي على الستاند مالته، يعني مجرد ما تخليه هيك بدا يشحن عندك الجهاز. بشرح لكم مواصفات هذا الجهاز وامكانياته. طبعا الجهاز يجيب دبل بطاريه، بطاريه للجهاز وبطاريه كذلك للستاند مال الجهاز. ستاند الجهاز يحتوي مثل ما تلاحظون على راديو وحيده، وكذلك تقدر تجاوب على اتصال من عنده، وكذلك تقدر انت وخلي الموبايل هنا، راح يدق عندك الموبايل وهو سبيكر تقدر منه تجاوب على الزبون. كذلك نبدا نشرح مواصفات الجهاز الداخليه العملاقه. طبعا الجهاز مثل ما تلاحظون يجيب دبل سيم كارد كشكل جدا حلو، مثل ما تلاحظون شكله جدا انيق بلونين، اللون البرتقالي واللون الاسود، مثل ما تلاحظون هذا اللونين العملاقات. طبعا جهاز يجيب مواصفات الرائعه، يسجل مكالمات، تسجل مكالمات تلقائيا دون شعور اي من الطرفين، بس ما عليك الا تفعل تسجيل مكالمات تلقائي، يبدي الجهاز يسجل مكالمات تلقائي. الجهاز ذكرنا يحتوي على دبل بطاريه، اللي هي بطاريه السبيكر حتى تقدر تشحن هذا الجهاز من عندها، يعني ما حاجه اليوم تشكل شاحنه، مجرد ما تخلي الجهاز هيجي بدا الجهاز يشحن هذا الجهاز الاخر. والميزه الاخرى جدا جميله انه الجهاز والستاند يحتوي على مثل ما تلاحظون شاحنه، يعني تقدر تشحن عن طريق اي جهاز اخر، مو شرط تشحن هذا الجهاز من عنده. مثلا هسه عندنا هذا الجهاز الاخر، مثل ما تلاحظون بدا يشحن هذا الجهاز الاخر، يعني الجهاز كذلك يشحن اي جهاز تريده. سعر هذا الجهاز 50,000 فقط، والتوصيل مجاني لكافه المحافظات. سارع بالحجز. طبعا الجهاز يجي فيه لونين مثل ما تلاحظون، اللون الاسود واللون الابيض. للتذكير مواصفات الجهاز سريعا، الجهاز يجي دبل بطاريه، والجهاز يجي يسجل مكالمات تلقائيا دون شعور اي من الطرفين، والجهاز يجي يشحن جهاز اخر، والجهاز يحتوي على سبيكر مثل ما تلاحظون، تقدر تجاوب عن طريقه وتقدر تشغل ميوزك عن طريقه كذلك. كل هذا بسعر 45,000 والتوصيل 5,000 لكافه المحافظات. للحجز راسل الصفحه او اتصل بالارقام اللي راح نذكرها لك بالصفحه. طبعا الجهاز يجي بباكج مثل ما تلاحظون، وتجي وياه بطارياته وشاحناته كذلك، هذا الباكج.